كما كشف وزير العدل حافظ الأخسام الطيب لوح خلال تفقده لمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالحراج عن شروع الهيئة الوطنية للوقاية ومحاربة الجرائم المتعلقة بالوسائل التكنولوجية في عملها، وهي هيئة جديدة شرعت منذ أسابيع مع مختلف المصالح المعنية بامتحان شهادة البكالوريا في وضع خطة للتصدي لأي تسريبات لامتحانات البكالوريا والتوقيف المتسبب فورا. محمد بومجوعدة بالتالي. هذه الهيئة الجديدة الآن يترأسها قاض وتقع تحت وصاية وزارة العدل، عملت مع كل المصالح الأمنية منذ عدة أسابيع لتحضير خطة محكمة بالنسبة للتصدي لكل تسريب لمواضيع البكالوريا عن طريق هذه الوسائل التكنولوجية، وبالتالي هي تتصدى إلى كل تسريب يقع في حينه، فتحدد هوية المسرب للموضوع واتخاذ الإجراءات القانونية ضده فورا. كما أضاف وزير العدل أن الهيئة شرعت هذه السنة من خلال التنسيق مع مختلف المصالح الأمنية والوزارات على متابعة المتسببين في هكذا تجاوزات في امتحان البكالوريا. هذه الهيئة الآن مع كل مصالح الأمن، أن فيه لجنة مختصة تضم كل مصالح الأمن المعنية والوزارات المعنية، وبالتالي فهي الآن تسهر على هذا العمل في هذه السنة بالضبط، وحتى تكون تجري الامتحان البكالوريا في هدوء، وذلك وفقا لما هو متعارف عليه في المعايير الدولية بالنسبة لإجراء هذا الامتحان.